السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة وصفة الشيف أيهم. اليوم جيتكم بوصفة انطلبت مني كتير اللي هي جوانح الدجاج غير المشوية بالفرن اللي سويناها. رح نساوي اليوم جوانح الدجاج تشيكن وينجز المقلية بانيه بالكعك والبهارات طيبة كتير على الطريقة الصينية. عنا هون كليين جوانح دجاج منظفين مغسولين مع ملح وشوية خل ومقطعين. عنا هون البهارات لكليين جوانح، رح احط هاي الكمية. اللي بده يساوي كيلو جوانح حط نص الكمية. عندي معلقة كبيرة كزبرة يابسة، معلقة كبيرة بابريكا، نص معلقة كبيرة بودرة ثوم، نص معلقة كبيرة زعتر أخضر أوريجانو، معلقة صغيرة بهار عربي مشكل أو بهار أسود، معلقة صغيرة بهار أبيض، معلقة كبيرة ملح، ترانشات الليمون. طبعا أنا ما كترت ملح لأني حط صوص الصويا. صوص الصويا طعمته مالحة. رح نحط معلقة كبيرة صوص صويا ونحط مقدار معلقتين زيت نباتي لنخلط الجوانح بالتبلة. طبعا الجوانح بالقلي أوقات كتير ما رح تستوي معنا. اليوم رح نسويها بطريقة تستوي معنا وتنجح بالبيت مثل المطاعم، يعني ما حدا يكون عنده أعذار أبدا. والجوانح فيها شوية دم مثل ما شايفين، هاي على الزيت والحرارة كلها بتروح، يعني هاي الدم يكون داخلي العروق الفروج. بعروق الجوانح صعب يروح على الغسل بالغسل مع الخل والملح. رح فرجيكم كيف رح نسوي الجوانح طريقة سهلة وبسيطة. هلا الجنح بينقسم قسمين، دبوس الجنح والقطعة الثانية تكملة الجنح. طبعا هاي القطعة عزلناها عن هاي لأن هاي القطعة شغلة أقل من هاي القطعة الدبوس. هاي القطعة بس رح نشقها من النص عشان وقت تدخل الزيت جواتها تستوي بسرعة. هاي الطريقة بس رح نساوي هدول كلهم نفس هاي الطريقة. مثل ما حكينا رح نشق الجنح بالنص بهاي الطريقة مشان يدخل حرارة الزيت جوا ويستوي. طبعا مثل ما حكينا الدم الموجود البقيان من الجوانح من جوا على القلي والحرارة رح يروح. هاي الجنح الثاني رح نشقه من هون. طريقة كتير بسيطة بالبيت مثل المطاعم رح تطلع معكم. مثل ما شايفين ثقبنا كل الجوانح. هلا رح نثقب القسم الثاني من الجوانح الدبوس. طبعا هاي الدبوس له طريقة تانية رح اعلمكم عليها. هيك رح تكون النتيجة. رح نفصل لحم الجنح الدبوس لتحت وننزله كله مع بعضه لتحت لعند العظم التحتانية. مثلا هذا الدبوس الجنح رح نفصل اللحم اللي هون لتحت اللحم ويضل العظم الفاضي هون عشان يعطي مساحة تستوي بالزيت. مثل ما شايفين نزلنا اللحم لتحت، ضل عندنا هون دبوس، رح ننزل هاللحم لتحت. هاي دبوس تاني جاهز. فرجيكم كيف. نقلب اللحم تحت. هاي الطريقة وصار جاهز معنا. ساوي غيره. الكل يتعلم هاي الطريقة. هاي طريقة طيبة كتير بسيطة، بس واحد ينتبه على ايده خاصة اذا كانت السكين مسمونة كويس لان الجناح زحلق زبلت. هاي الطريقة صار جاهز. بنلته بطحين وبيض وكعك وبنقليه هيك هالطريقة. ساوي غيره. عشان نتعلم الطريقة رح نساوي أكثر من واحد. طبعا رح أساويهم كلهم وأقليهم.
يعني صار جاهز، هنساوي آخر واحد. هاي الطريقة صار جاهز. رح ادخل الكعك والبيض لجوا هاي القطع، استوي ناكله. هاي رح اساوي كمان اخر واحد مشان ما تكتبوا لي بالتعليقات انه ما انتبهنا كيف الطريقة. هاي الدبوس جنح، طبعا دبوس الفخذ غير دبوس الجنح، هاي دبوس الجنح رح اقطع من فوق ننزله مع العظم. طريقة سهلة وبسيطة. بعد ما سقبنا الجوانح وشفينا دبوس الجنح رح نغسلهم بالماء والملح. هلا راح نضيف البهارات، طرنشات الليمون، وراح اضيف معلقه صوص صويا. طبعا صوص صويا ما انا كتر لانه بيعطي لون غامق على القلي وبيعطي ملوحه. راح نضيف معلقتين زيت نباتي ونخلطهم. بعد ما تبلناهم راح نغطيهم بورق الشهبه واتركهم البراد يرتاحوا ويشربوا تبله لمده 3 ساعات، وبنرجع نقليهم ونشوف النتيجه. رجعنا بعد ما تركنا الجوانح مدة 3 ساعات تشرب التبلة. يا سلام على الريحة، مع طيبة البهارات كتير كتير طيبة. لوقت ما يحمى الزيت رح اعلمكم نعمل صوص للجوانح اللي هو صوص البوفالو. صوص بوفالو كتير طيب. رح نضيف كاتشب بالصحن، طبعا كمية الكاتشب تكون موازية لكمية الاتش بي الباربيكيو اللي رح نضيفه. ضفنا الكاتشب ورح نضيف عليه الباربيكيو الاتش بي. الاتش بي الباربيكيو الكل بيعرفه. هنضيفه مع الكاتشب ويطلع معنا صوص بوفالو. طبعا الكمية تكون متوازية مثل ما حكينا. هذا الصوص خاص بالجوانح المشوية والمقلية. المشوية الغربية مش الشرقية، المشوية على الجريل، المشوية على الفحم. الصوص مقدم كحمض وزيت ثوم وكريم ثوم مشوية على الفحم. المشوية على الجريل تقدم لها صوص بوفالو، والمقلية تشيكن وينجز تقدم لها صوص بوفالو مقلية باني. هذا هو الصوص كتير طيب. عندي الجوانح هون، هاي طريقة زبطناها شفينا فيها دبوس الجوانح. ناخذ الدبوس اللي تطحين، تعلموا الطريقة. طحين لو طحين تمسك التبلة عليه ما تحترق التبلة بالزيت. بنضيفه، حط عنا هون بيض مع حليب مع ملح وبهار أبيض، بنضيفه بالكعك. طب أي نوع كعك بقسماط تمشي حاله، الكعك العادي، كعك الأصفر، كعك البني. أنا عندي هون كعك فرنسي. لفتها منيح من جوا عشان يستوي اللحم. هاي الطريقة معية بالزيت. ناخذ كمان طريقة اللات سهلة، اللات البانية. بعد ما اعطيناها طحين ننفضها ننزلها على البيض
وعلى الكعك. بطتين مضغوطة حطها جنب الفيتا. هلا هاي الثنتين سوا. طبعا هي اكلة الجوانح كتير كتير طيبة، صح بتعذب شوي بتاكل وقت، بس طيبة كتير كتير. جربوها واكتبولي بالتعليقات رأيكم. بندور على دبوس الجوانح، لأنه لتته بتكون أصعب من القطعة التانية. هاي وحدة، هاي التانية. لتين دبوس الجوانح جاهز، راح نت هلا باقي القطع. باقي القطع لتة اسهل طبعا. ناخذ قطع اللتين هاي، نرضم الكعك عشان ما يحترق الزيت كتير. خالص هلا صاروا جاهزين للقلي. هلا الجوانح صارت جاهزة للقلي. نزل الزيت. طبعا الزيت حامي مش هيمسك الكعك. وقت نلت القطعة لازم نرضى ننزل على الزيت. نزلناها في شبك واحد عشان نكمل باقي القلي. رح ننتظر النتيجة. نشوف لون الجوانح على القلي. هلا صاروا جاهزين. هلا رح نلف العظمة الظاهرة القصدير.
هاي النتيجة جاهزة. إن شاء الله ألف صحة وهنا. إذا عجبتكم الوصفة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس.